ده ان شاء الله بارت 2 من ليسون 1 في يونت 4. احنا في البارت 1 اتكلمنا على ان احنا عندنا نوعين من الديفيجن، نوعين من الانقسام، يا اما انقسام ميتوزز يا اما انقسام ميوزز. ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمه ميتوزز زي نسخه بالكربون، بحط ملزمه كده على مكنه التصوير تطلع لي هي بالظبط. طب والانقسام الميوزز النص، بقسم الماده الوراثيه نصين، اسمه انقسام اختزالي. ميوزز يعني اختزالي، يعني خدت الماده الوراثيه قسمتها نصين. طب الانقسام الميتوزز بيحصل في انهي خلايا؟ بيحصل في كل السوماتيك سيل، كل الخلايا الجسديه. طب والريبرودكتيف سيل بيحصل الميوزز بيحصل في كل الريبرودكتيف سيل، الخلايا التكاثريه اللي هي مين؟ تستس واوفري وانسر واوفري. لازم الاول اكون عارف اسامي الريبرودكتيف سيل. كلمه ريبرودكتيف سيل يعني الخلايا اللي مسؤوله عن انتاج الجميت. نص البيبي بنسميه جميت. فايدة الانقسام الميوزز، الأهمية بتاعته، ربنا عامل الانقسام الميوزز عشان فايدة واحدة بس، جميت فورميشن، يكون الجميت، الجميت اللي هو نص البيبي. ايه أسامي الجميت؟ التستس بيطلع سبرم، الأوفر بيطلع أوفا، الأنسر بيطلع بولين جرين، والأوفر في النبات بيطلع إج أو أوفا، ممكن أقول عليها إج أو أوفا. طب بالنسبة للانقسام الميتوزز، ربنا عامل ليه انقسام يديني خلية زي أختها بالظبط؟ قال لك فايدته جروس النمو، وكمان كومبنسيشن، ده مش سيل، يعوض الجزء اللي ناقص. واحد حصل له قطع في ايده، عمل عمليه عشان الجزء اللي باظ ده يكمل تاني، وكمان يعمل عمليه، يكمل عمليه الاسيكشوال ريبرودكشن. كلمه اسيكشوال ريبرودكشن يعني التكاثر ده محتاج فرد واحد بس، زي اللي بيحصل في النباتات، اغلب النباتات. نبدا بقى الخطوات بتاعه الانقسام الميتوزيس. احنا اي انقسام سواء ميتوزز او ميوزز، قبل عملية الانقسام بتحصل مرحلة تمهيدية. كلمة تمهيدية يعني انترفيس. ايه الانترفيس؟ زي بالظبط لعيب نازل يلعب، انا محتاج اخليه يسخن الاول. مرحلة الانترفيس دي مرحلة تمهيدية. ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لك الانترفيس دي بتحصل بيفور ستارتنج ديفيجن، قبل ما يحصل انقسام خالص. طب ايه فايدتها؟ قال لك الانترفيس بريبير ذا سيل فور ديفيجن، يبتدي يجهز الخلايا للانقسام، بريبير ذا سيل فور ديفيجن. طب بيحصل ايه جواها؟ قال لك العمليه دي بيحصل فيها خطوتين. اول حاجه الدي ان ايه دوبليكيت. كلمه دي ان ايه او الجينيتك ماتيريال دوبليكيت يعني الماده الوراثيه تتضاعف، بخلي الماده الوراثيه عددها يزيد استعدادا لعمليه الانقسام، وكل خطوه نشوف فيديو ليها. وبيحصل فيها some biological process, important biological process، بعض العمليات الحيوية، تخزن نوع من أنواع الطاقة، تبتدي تجهز نفسها لعملية الانقسام. دي مرحلة الانترفيس، يبدأ الدي ان ايه دوبليكيت، المادة الوراثية تتضاعف، ويبدأ يحصل شوية biological process مهمين، عمليات حيوية مهمة. بعد كده بيتكلم على عملية الليفر ترانسبلانتيشن، يعني عملية زراعة الكبد أو نقل الكبد. الليفر من ضمن الحاجات اللي موجوده في الجسم، من ضمن السوماتيك سيل اللي نوت ديفايدد ان ذا نورمال كونديشن، ما يتقسمش في الحالات العاديه. احنا قلنا الخلايا كلها بيحصل لها ميتوزيس ديفيجن، لكن الليفر لا، ما تتقسمش الا لو حصل له سيرتن سيركيوميستنس. سيرتن سيركيوميستنس يعني ظروف خاصه. اول ما يحصل له ظروف خاصه زي ايه؟ اول ما الليفر يحصل له انجرد، يحصل له جرح او قطع، حد خد حته من الكبد، يعني الكبد ده حصل له قطع، يبدا الكبد يحصل له ميتوتيك ديفيجن كتير او ميتوزيس ديفيجن كتير، يبدا ينقسم لغايه ما يكمل الجزء اللي اتقطع منه. عشان كده عمليات زراعه الكبد او التبرع بالكبد من العمليات الناجحه. ليه؟ انا بتبرع بفص من الكبد، انا عندي ليفر، ادي الكبد. الليفر بتاعنا ده لو احنا اتبرعنا بفص واحد من الليفر، الفص اللي اتبرعنا بيه لحد انفكت مريض او بيشنت، الفص ده يكمل يبقى ليفر كامل. طب وانا اللي اتبرعت واتاخد فص من الكبد بتاعي، الليفر بتاعي برضو بيكمل، يبقى انا هيبقى عندي ليفر كامل وهو هيبقى عنده ليفر كامل. خطوره العمليه بس في المناعه وفي طريقه نقل الحاجات، نقل الاعضاء دي نفسها. يبقى الليفر ترانسبلانتيشن عمليه نقل الكبد، اول حاجه بقول له الليفر نوت ديفايدد ان ذا نورمال كونديشن، ما يتقسمش الا لو حصل له انجري، حصل له قطع. لو حصل له قطع يحصل ايه؟ هقول له الريمينينج سيل، الخلايا المتبقيه دي تعمل ميني ميتوتيك ديفيجن. كلمه ميتوزيس زي ميتوتيك، تعمل ميني ميتوتيك ديفيجن،
to compensate the missing part عشان تعوض الجزء اللي ناقص منها. طيب انا كده لو عندي infected patient liver، شخص مصاب، الشخص المصاب انا اديت له بارت اوف دونر ليفر، هيلثي دونر يعني متبرع صحته كويسه، هيلثي دونر يعني متبرع صحته كويسه، يبدا مع مرور الوقت الليفر بتاع كل واحد فيهم كومبليت. ليه الليفر كمل؟ ديو تو مايتوتيك ديفيجن او مايتوزيس ديفيجن. بعد موضوع الليفر ترانسبلانتيشن هناخد المراحل التانيه. احنا اول مرحله تمهيديه اسمها انترفيس. المراحل الاساسيه، المرحلة الأساسية الأولى اسمها بروفيس. إيه اللي بيحصل في البروفيس؟ قال لك في البروفيس في البداية بيكون الكروموسوم موجود بالشكل ده. إحنا قلنا المادة الوراثية اسمها كروموسوم. بيكون موجود في صورة كروماتين ريتيكولم، شبكة كروماتينية. اللي أنا برسمه ده اسمه نيوكليوس، واللي جوه دي اسمها نيوكليولاس، مصغر نيوكليوس. نيوكليوس يعني نواة. اللي جوه النواة حاجة اسمها نيوكليولاس يعني نواة. والغلاف بتاع النيوكليوس اسمه نيوكليار ميمبرين. الكروموسوم في البدايه خالص بيبقى في صوره كروماتين ريتيكولم، شبكه. ايه اللي بيحصل في مرحله البروفيس؟ اول حاجه الكروماتين ريتيكولم كوندنس، الشبكه اللي احنا بنحكي عليها تتقل وتبقى موجوده في صوره خيوط. الخيط المزدوج ده اسمه كروموسوم، عباره عن اتنين كروماتيد لازقين بنقطه اسمها سنترومير. افتكرها بكلمه امير، بيلزق الحاجة، يبقى تو كروماتين لازقين بنقطة اسمها سنترومير. وبعد كده يبتدي يختفي، يبدأ يختفي النيوكليار ميمبرين، يتمسح خالص ويبدأ النيوكليولاس تختفي. يبقى نشوف اللي حصل. ألاقي كل الكروماتين ريتيكولا متحول لونج سين دبل سترينج، خيوط، والنيوكليار ميمبرين دي كلها تتشال، والنيوكليولاس الصغيرة برضو تختفي، وتبدا الخيوط بتفضل موجوده اللي هي الكروموسوم. لونج سين دبل سترينج، لونج سين دبل سترينج يعني خيوط مزدوجه اسمها كروموسوم. وتبدا بقى تظهر خيوط عامله زي خيوط العنكبوت، والخيوط دي لزجه اسمها خيوط الاسبندل. ايه خيوط الاسبندل دي؟ اسمها فيلامنتس فايبر، خيوط ليفيه اسمها اسبندل، تيجي على طول في الامتحان. مين الفيلامنتس فايبر؟ اسمها اسبندل. طب مين اللي صنع الخيوط دي؟ قال لك اللي بيصنع الخيوط دي في الانيمال سيل غير البلانت سيل، الخليه الحيوانيه غير خليه النبات. مين اللي صنعها؟ هبص كده على جنب الاقي فيه حاجه على جنب مركونه كده اسمها سنتروسوم. السنتروسوم دي حبيبات فايدتها تصنع الخيوط. الخيوط دي فايدتها مهمه جدا في عمليه الانقسام، هناخدها في الخطوه اللي بعدها. يبقى في خيوط هتتكون اسمها خيوط الاسبندل. مين اللي صنع الاسبندل؟ سنتروسوم. طب في النبات كوندنسيشن اوف سيتوبلازم، السيتوبلازم بيتقل ويعمل لي خيوط الاسبندل. نشوفها فيديو هنفهم اكتر. يبقى اللي عمل الاسبندل في الانيمال هو السنتروسوم، طب واللي عمله في النبات السيتوبلازم. نشوف خطوات البروفيس. في البدايه عندنا المنظر ده هيكون موجود، ان بتكون الماده الوراثيه دي كلها موجوده في صوره كروماتين ريتيكولم، شبكه. تبدا الكروماتين ريتيكولم كوندنس، كوندنس يعني تتقل وتكون لي خيوط مزدوجه، الخيوط دي اسمها كروموسوم. الكروموسوم عباره عن ايه؟ اتنين كروماتيد لازقين في نقطه اللي لونها كده اللي لونها اورنج دي اسمها سنترومير. الخطوه اللي بعدها الاقي النيوكليولاس اللي جوه بتختفي والنيوكليار ميمبرين يختفي. نشوف الخطوه دي تاني. الدايره اللي جوه اسمها نيوكليولاس، مصغر نيوكليوس، والغلاف بتاع النيوكليوس اسمه نيوكليار ميمبرين. يبقى نيوكليولاس ديسابير اند نيوكليار ميمبرين ديسابير. بعد كده الخطوه الثالثه في البروفيس يظهر خيوط اسمها خيوط الاسبندل. عباره عن ايه الاسبندل؟ فيلامنتس فايبر. مين اللي عملها؟ السنتروسوم. السنتروسوم يتقسم نصين، كل واحد يروح لناحيه ويبدا يعمل خيوط الاسبندل. بعد مرحلة البروفيس تظهر مرحلة ميتا فيس. كلمة ميتا يعني وسطي. ألاقي كل الكروموسومات اتجمعت بالملي في الإكويتو، في خط الاستواء بالظبط في النص. ليه؟ لازم تقف في النص عشان لما يحصل انقسام تبقى كل خلية نصين قد بعض بالظبط، عشان كل واحدة تبقى سيل جديدة. هلاقي كل الكروموسوم arranged in the equator. نشوف فيديو للمنظر ده.
دي خطوة الميتافيز. لو خدنا بالنا من النقطة هنلاقي ان خيوط الاسبندل بتسبق لزجة مع السنترومير. السنترومير ده اللي بيلزق الاثنين كروماتيد مع بعض. الخيوط الاسبندل بتلزق مع السنترومير. ولاقي مرحلة الميتافيز لازم بالظبط اقول لا الخيوط شاركة في السنترومير. خيوط الاسبندل بتلزق في السنترومير. ونعرف ليه ربنا عمل كده. الاقي في خطوة الميتافيز كل الكروموسوم تترصى كأن بالظبط معركة كلهم واقفين في الخط. الخط اللي في النص اسمه إكواتور. أنا فيس يعني المرحلة الأنانية. أنا جاية من الأنا يعني أناني. كل واحد يدور على مصلحته. إيه اللي يحصل في الأنا فيس؟ أنا كان عندي اتنين كروموسوم لازقين في بعض بنقطة اسمها سنترومير. يبدأ السنترومير ده إسبليت يتقسم. طب لما السنترومير يتقسم ما بقيش اسمه كروموسوم بقى اسمه كروماتيد. يبقى أول خطوة في مرحلة الأنافيز ألاقي السنترومير سبلت. السنترومير بيتقسم. طب كده كل كروماتيد اتفصل عن اللي جنبه. يبدأ بقى الخيوط اللئيمة اللي اسمها سبندل. عشان كده عرفنا فايدتها ليه. هي لزقت الخيوط دي لزقت في الايه؟ في السنترومير. يبدأ السنترومير يتقسم. تبدأ الخيوط يحصل لها شرنك تنكمش. طب لما تيجي تنكمش تسحب مين وهي بتشد؟ تسحب معاها كروماتيد. يبقى يبدا خيوط الاسبندل تبتدي تنفصل وتسحب الجروب الكروموسوم يبتدي يتفصل عن بعض يديني كل مجموعه كروماتيد تروح حته. طب كده الماده الوراثيه اتقسمت عندي بالنص؟ هقول له لا. ده انا الكروموسوم منظره الكروموسوم ده عباره عن اتنين كروماتيد. ده كتاب ساينس وده كتاب نسخه تاني ساينس. وده كتاب ماس وده كتاب ماستين. طب لما انا فصلت انا هنا قلت فصلت السنترومير يبدا كل كروماتيد يروح لوحده. كل كروماتيد يروح لوحده هنا يتفصلوا. انا هنا في كتاب ساينس وكتاب ماس وهنا في كتاب ساينس وكتاب ماس. يبقى المواد بتاعتي انا عندي كل كروماتيد يعني معناها الماده ده زي ده كتابين من نفس الماده والكروماتيد التاني كتابين من نفس الماده. انا فصلت يبقى بقيت كل خلية فيها نفس النسخ كتاب ساينس وماس وعرب والناحية التانية ماس وساينس وعرب. يبقى المادة الوراثية بتاعتي ما اتغيرتش بالظبط بالبلدي كده. زي ما يكون انا عندي رايح مشوار وانا جايب من كل كتاب كل مادة نسختين كتابين عرب كتابين ماس كتابين انجلش كتابين ساينس. دي المواد اللي بدرسها. طيب انا رايح مشوار فقررت ان اقسم المواد اللي عندي لشنطتين عشان الشنطة تبقى خفيفة عليا. طب اروح اعمل ايه؟ خدت كتاب عربي كتاب ماس كتاب ساينس كتاب دراسات. كل شنطه تحمل نفس المواد. طيب ممكن ازود عدد؟ اطبع بالكربون اروح المكتبه اروح اطبع نسخه من عند الماده الاساسيه عندي كوبي عندي نسخه منها فاقدر اعمل اطبع براحتي بالظبط زي عامل فايلات عندي على الكمبيوتر. انا عامل من كل فايل نسختين وحطيتهم جنب بعض. لما عاوز افصل احط فولدر في الفايل ده وفي فولدر للنسخ تانية. هي ما عنديش اختلاف. طب عايز ازود العدد اعمل كوبي بيست كوبي بيست من عند الماده الاساسيه. يبقى انا عشان كده الانقسام الميتوزيس ما عملليش انقسام للماده الوراثيه. ده هو بس قسم الماده الوراثيه خلاني خليتين هم كل واحده زي الثانيه بالظبط عندي نفس النسخه. نشوف شكلها بالفيديو كده. مرحله الانافيس. مرحلة الأنافيس أول خطوة ألاقي السنترومير سبليت. السنترومير دي النقطة اللي بتلزق الكروماتين اتقسمت ويبدأ خيوط الاسبندل تنكمش. لما تنكمش تسحب معاها كل الكروماتين. هنا في مجموعة كروماتين هنا وهنا كروماتين هنا بس المادة الوراثية اللي موجودة هنا زي اللي هنا. المعلومات اللي موجودة في الخلية دي زي أختها بالظبط. دي مرحلة الأنافيس. اخر مرحله اسمها تيلو فيس يعني مرحله نهائيه. التيلو فيس هي اوبوزيت برو فيس عكس البرو فيس. كل اللي حصل في البرو فيس هنعمل عكسه. اول خطوه اقول له الاسبندل ديسابير. الخيوط دي عملت المهمه اللي عليها. الخيوط دي كانت عايزه تفرق الخليتين. الاسبندل ديسابير ده اول خطوه. كان في البرو فيس النيوكليولس والنيوكليوس ممبرين ديسابير. هنا ابتدي اكونهم. هيتكون النيوكليولس والنيوكليار ممبرين. يبدا الكروموسوم يتحول لكروماتين ريتيكولا وتبدا الخليه تتقسم لاثنين سل. تتقسم لخليتين فيهم
كومبليت نمبر اوف كروموسوم فيهم العدد كامل. ايه ده؟ طب انت قسمته نصين. لا انا قسمت الكتب، ما انا عندي كتابين من نفس المادة. يبقى اتقسمت لتو سيل، كل سيل فيها كومبليت نمبر العدد كامل. نشوف فيديو فهمنا الكلام ده. مرحله التيلوفيز، التيلوفيز المرحله النهائيه، انا عايزه اعمل خلاص خليه، انا قسمت. يبدا ارميلي امسح لي كل الخيوط بتاعه السبندل انا مش عايزها، ويبدا الكروموسوم يتحول لكروموتين ريتيكولم، يتحول لشبكتين. ويقفل على الحاجه، مش انت عملت هنا سيل وهنا سيل، قفلهم. نقفل ازاي؟ نعمل نيوكليار ميمبرين ونعمل نيوكليوس. يبقى انا كده عملت خليه جديده. يبقى انا كده خطواتي الكروماتين ريتيكولم، الاقي اول حاجه الكروموسوم اتحول لكروماتين ريتيكولم، والسبندل تسبيه، خيوط السبندل اختفت، والكروموسوم اتحول لكروماتين ريتيكولم، وتكون نيوكليولاس وتكون نيوكليار ميمبرين. ابتدى بعد كده تطول الخليه شويه، وابدا اقسم في خط في النص، طلعت لي بالظبط خليتين تيليكال زي بعض بالظبط، كل واحده فيها اول جيناتيك ماتيريال، الماده كامله. الخليه الاولى كان اسمها بيرنت، الخلايا الناتجه اسمها دوتر. ده النبات. ادي الخليه كده اتقسمت لنصين، عملت لي خليه زيها بالظبط، اتنين زي بعض بالظبط. كل واحده تتقسم تعمل اثنين، كل واحده تتقسم تعمل اثنين. عدد الخلايا الناتجه من انقسام الميتوزيس 2 سيل. طب عدد الكروموسوم؟ قال لك هو السيم نمبر اوف بيرنت، نفس الخليه الابويه بالظبط. طب حتى لو قسمنا، لا انت قسمت لي كروماتيد، فانا عندي نسخه من هنا ونسخه من هنا، نسخه موجوده على كل خليه. نبدا الانقسام الثاني اسمه الانقسام الميوزيس. الانقسام الميوزيس بيحصل جوه الريبرودكتيف سيل، يحصل جوه التستس او الاوفري او الانسر او الاوفري. برضو قبل الانقسام الميوزيس بيحصل مرحله انترفيس. ايه اللي بيحصل في الانترفيس؟ هقول له prepare the cell for division, DNA duplicate, some important biological process. طيب ايه الاختلاف ما بين الانقسام الميتوزيس والميوزيس؟ الانقسام الميوزيس، ونفتكره بكلمة ماي، الانقسام الماي يحصل اول خطوة الكروماتين ريتيكولم كوندنس، تتقل. ايه ده؟ ما زي اللي قلناه المرة اللي فاتت، كنا بنقول بيتكون لونج سين دبل سترينج، هنا لا، هنا بيتكون هومولوجاس بير. نغير لون القلم عشان احنا محتاجين تغيير القلم، هقول لكم ليه. انا دلوقتي قسمنا كل اتنين كروموسوم يقفوا جنب بعض، يبقى كده بقى شكلهم اربعه كروماتيد، عشان كده بنسميهم تترد يعني رباعي. المره اللي فاتت في الانقسام الميتوزيس، ساعه الانقسام الميت ناخد الفرق اهو، الانقسام الميتوزيس الكروماتين ريتيكولم كوندنس عمل لي لونج سين دبل سترينج، عمل لي كروموسوم كل واحد لوحده. هنا هيتكون هومولوجاس بير، كل كروموسومات في طول واحد تقف مع بعض، كل بير قد بعض يقف مع بعض. ادي اتنين كده طوال، وادي اتنين كده اقصر. طب ليه ربنا خلى يحصل كده؟ هو المنظر ده بنسميه تترد. ليه ربنا عامل التقسيمه دي؟ قال لك عشان تحصل ظاهره فريده بتحصل في الانقسام الميوزيس بس. ده اللي بيخلي كل بني ادم مختلف، او كل حيوان مختلف عن غيره في ايه؟ اي تكاثر سيكشوال يدينا افراد متميزه حتى عن ابهاتهم. انا فيا صفه فريده عن العالم كله، لان بيحصل ظاهره اسمها كروسنج اوفر فينومنا. ايه بقى ظاهره الكروسنج اوفر فينومنا؟ هنشوف فيديو ليه. ظاهره الكروسنج اوفر فينومنا دي نبتدي نشوفها بالتفصيل. في الاول بيكون كروماتين ريتيكولم، ابص الاقي في الانقسام ابتدى يقف في صوره هومولوجاس بير. ادي شكل الهومولوجاس بير، كل ازواج في طول واحد تقف جنب بعض، اسمهم تترد. هيحصل ايه من الوقفه ده؟ يبتدي تحصل مرحله الكروسنج اوفر فينومنا، يبدا يحصل تبديل بين الانر كروماتيد، الكروماتيدات الداخليه. التبديل ده معناه ان الصفات هتتغير، تبقى موجوده فيا انا بس، في الشخص اللي موجود بس. التبديل ده ربنا اللي بيعمله عشان يخلي لي صفات موجوده في الشخص الموجود ده بس. اي يبتدي ناخد حته من الكروموسوم اللي لونه احمر يتبدل مع الازرق، والازرق يتبدل مع الاحمر، زي بالظبط كتابين، ده نسختين كتاب ساينس وده نسختين كتاب ماس. قطعت شويه من ورق الماس حطيتها في الساينس، وشويه من الساينس حطيته في الماس، يظهر لي بقى ايه؟ كتاب عمره ما كان موجود. ده كتاب ساينس وفيه كام ورقه ماس، وكتابين ماس وفيهم كام ورقه ساينس،
بس انا مش عارف انهي ورق، الورق اللي متبدل او الجينات اللي متبدله دي حاجه بتاعت ربنا، هو اللي عامل الصفات دي عندي. الكروسنج اوفر فينومينا هو سبب الفرايتي او سبب التنوع بتاع الكائنات الحيه، سبب الاختلاف الكروسنج اوفر فينومينا ده. الكروسنج اوفر فينومينا بعد ما يحصل عمليه الكروسنج اوفر فينومينا دي بتحصل في نهايه البروفيس، يبدا يتكون خيوط اللي حكينا عنها اسمها خيوط الاسبندل اللي هي تعريفها فيلامنتس فايبر. مين اللي عمل خيوط الاسبندل في الانيمال؟ سنتروسوم. مين اللي عملها في البلانت؟ السيتوبلازم. ويبدا يختفي النيوكليوس، النيوكليولاس تختفي والنيوكليير ميمبرين تختفي. المرحله الثانيه اسمها ميتافيز. ايه اللي بيحصل في الميتافيز؟ هنا المره اللي فاتت في الانقسام الميتوزيس قلنا كروموسوم اتزا اكويتور، الكروموسوم كله يتجمع في النص. هنا لا، هبص كده على الرسمه اللي عندي الاقي الهومولوجاس بير اتزا اكويتور، الاربعات موجودين في النص. يبقى المره اللي فاتت كان الكروموسوم كله في الاكويتور، الكروموسوم يعني الكتابين زي بعض، نسختين من كتاب ساينس، الاثنين في النص، اثنين ماس في النص. طب هنا بقى الكتابين الماس وكتابين الساينس موجودين في النص، وحصل كمان تبديل كمان في كام صفحه من هنا وصفحه من هنا اللي هي الكروسنج اوفر فينومينا. الهومولوجاس بير موجود في الاكويتور، يحصل بقى مرحله الانافيس. الانافيس انا هنا مش محتاجه الاسبند، مش محتاجه السنتروميري يتقسم، لان الاثنين دول كل كروموسوم مش لازم مع التاني في سنترومير، الاثنين كروماتيد لازقين في سنترومير والاثنين كروماتيد التانيين لازقين في سنترومير. اهو المنظر ده، انا عندي اثنين اهو لازقين بسنترومير والاثنين التانيين لازقين بسنترومير. طب لما عايز افصلهم انا مش محتاجه اقص السنترومير، وانس ان خيوط الاسبندل تعمل شرينك يبقى سحبت اثنين هنا واثنين الناحيه الثانيه. بس ايه ده؟ ده لما جت سحبت، سحبت كتابين ساينس في ناحيه وكتابين ماس في ناحيه. يبقى انا كده هبص على الشنطه بتاعتي الاقي شنطه فيها كتابين ماس وكتابين انجلش، والشنطه الثانيه كتابين دراسات وكتابين عربي، نص المواد راحت في شنطه ونصها راحت في شنطه. طب يجي حد يقول لي ما تزعليش صوري، صوري نسخ ثاني. ما انا ما عنديش الاوريجينال الاصل ان انا اصور منه، الاوريجين بتاعي مش موجود. يبقى عشان كده الانقسام الميوزز بيقسم الماده الوراثيه نصين، ما عنديش المعلومات دي. يعني هبص هنا الاقي اتقسمت لتو جروب اوف كروموسوم، المره اللي فاتت قسمنا تو جروب اوف كروماتيد، في الانقسام الميت قسمنا، الانقسام الميتوزيز قسمنا كل كروماتيد راح ناحيه، ده كتاب ساينس وده كتاب ساينس. انا عندي الماده دي موجوده هنا والماده دي موجوده هنا، لكن في الانقسام الميوزيز مش كده، الانقسام الميوزيز كتابين الساينس هنا وكتابين الماس هنا. فاجي ادور هنا هلاقي الماده لون العين اخضر، هلاقيه على سبرم، في سبرم شايل صفه لون العين الاخضر. طب وادور في السبرم التاني مفيش لون العين الاخضر. عشان كده انا بورث، ما انا الطفل ده متكون منين؟ من اتحاد سبرم مع اوفا. عشان كده انا وارث نص صفات باباي ونص صفات مامتي، مش كل حاجه واخدها من مامتي ولا كل حاجه واخدها من باباي. لان انا الانقسام الميوزيز يخلي الحيوانات المنويه السبرم دي تحمل، سبرم يحمل نص صفات وسبرم تاني يحمل نص صفات. اوفا بويضه فيها النص وبويضه تاني فيها النص، نص العدد. يبقى هنا بقول له اللي بيحصل في الانافيز الاقي خيوط الاسبندل شرينك، الخيوط تنكمش، كل هومولوجس كروموسوم يهاجر يبعد عن التاني، يبقى كل بول فيها نص عدد الكروموسوم. انا هنا كان عندي 1 2 3 4 اربع كروموسوم، النص راح في ناحيه والنص راح في ناحيه. يبقى كده خطوه الانافيز خلصت، نبدا خطوه اسمها تيلوفيز 1. يبقى كل اللي فات في الانقسام الميوزيس بروفيس 1 ميتافيس 1 انافيس 1 تيلوفيس 1. يبدا خيوط الاسبندل تختفي، احنا ما عملناش حاجه جديده، هنقول حاجات هي بتتكرر. النيوكليير ميمبرين تتكون والنيوكلياس تتكون، يتكون لي خليتين كل واحده فيها هاف نمبر اوف كروموسوم، نص عدد الكروموسوم. يبقى كده الانقسام الميوزيس او الميوزيس 1، احنا عندنا الميوزيس 1 وميوزيس 2. الميوزيس 1 طلع لي تو سيل كل واحده فيها هاف نمبر، نص عدد الكروموسوم. انا ابتديت هنا نعد عدد الكروموسومات اللي ابتدينا بيها. واحد اثنين ثلاثه اربعه.
كده طلعنا خليتين كل واحده فيها 2 كروموسوم، يبقى العدد بقى النص. طب امال ليه الانقسام الميوزيس 2؟ الميوزيس 2 فايدته زياده عدد، بعد ما الميوزيس 1 بيخلص بيحصل عمليه تاني اسمها سكند ميوزيس او سكند ميوتيك، فايدته يزود عدد بس، مش انا عندي 2 افضل ازي الانقسام الميتوزيس بالظبط، ازود العدد بس، يبقى ينتج لي ايه؟ 4 سل كل واحده فيها نص العدد، يبقى الناتج يطلع لي 4 سل كل واحده فيها نص العدد. ايه بقى تعريف الكروسنج اوفر فينومينا؟ هقول له دي فينومينا بتحصل في نهايه مرحله البروفيس 1، البارت اوف انر كروماتيد اكستشينج، بعض من اجزاء الانر كروماتيد بيتبدلوا زي ما شفنا في الفيديو. طب ليه ربنا عمل كده؟ قال لك فايده الكروسنج اوفر فينومينا فاريشن، كلمه فاريشن يعني تنوع، هقول له الفايده فاريشن اوف جينيتك تريت، تنوع في الصفات الوراثيه. دي ظاهره الكروسنج اوفر فينومينا 100% بتيجي في الامتحان، هقول له فينومينا ان ذا اند اوف بروفيز انر كروماتيد، الاجزاء الداخليه انترتشينج، يحصل تبديل. طب ليه ربنا عامل ظاهره الكروسنج اوفر فينومينا؟ علشان يحصل فاريشن اوف جينيتك تريت، تنوع في الصفات. بالنسبه للسكند ميوتيك ديفيجن فايدته انكريز ذا نمبر، زياده عدد بس. يبقى لو قال لي مين الانقسام اللي مش قابليه انترفيس؟ السكند ميوزيس. اي انقسام يبتدي بانترفيس زي مين؟ الانقسام الميتوزيس يبتدي بانترفيس، الفيرست ميوزيس يبتدي بانترفيس، السكند ميوزيس ما يبتديش في انترفيس، مجرد ما يزود عدد بس. مش انا عندي طلعت خليتين كل واحده فيها نص العدد، كل خليه تتقسم لاثنين، كل خليه تتقسم لاثنين. طب في النهايه بقى، في نهايه مرحله التيلوفيس 2 يعني في نهايه مرحله الميوزيس 2، يتكون 4 خلايا كل واحد فيهم فيه النص، هابلويد يعني فيه نص العدد. يبقى البروفيس 2 كل واحده تتقسم تعمل 2. طب بتجيلي نوع من المسائل يقول لي هنا ايه؟ لو عندي خليه اتقسمت 4 مرات انقسام ميتوزيس تطلع كام خليه؟ نحل ازاي مسائل الانقسام الميتوزيس؟ لما يقول لي خليه انقسمت انقسام ميتوزيس 4 مرات اقول له 4 باور 2، طب لو اتقسمت 3 مرات 3 باور 2، كلمه باور 2 يعني الحاجه تتضرب في نفسها. طب لو قال لي خليه اتقسمت انقسام ميتوزيس 2 تطلع كام خليه؟ الانقسام الميتوزيس طريقه حل مسائله ازاي والميتوزيس؟ الميتوزيس لو قال لي الانقسام حصل 3 مرات يبقى باور 2، يبقى اي انقسام ميتوزيس طب حصل 4 مرات باور 2. طب الانقسام الميتوزيس، الانقسام الميتوزيس بيديني 4 خلايا فبعمل له باور 4، لو قال لك خليه اتقسمت 5 مرات انقسام ميتوزيس تنتج لي كام؟ 5 باور 4. طب لو اتقسمت 3 مرات 3 باور 4. الانقسام الميتوزيس باور 2 والميتوزيس باور 4. طيب كده باقي الدرس هينزل في فيديو مستقل لوحده على النانو تكنولوجي.